بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هقولكم على حاجتين رحموني او انقذوني بفضل الله من الضغط ومن الصداع. جربوهم ان شاء الله مش هتحتاجوا قوي ابدا لأدوية الضغط، بس طبعا لو انتوا بتاخدوا الادوية، عشان انا ما اقدرش اقول لحد ما تاخدش الادوية، بس الحاجتين دول فعلا هم اللي رحموني من الضغط. الحاجتين دول هما ايه؟ الخضروات الورقية لان فيها بوتاسيوم، وملح البحر لانه فيه صوديوم ومغنيسيوم، وهما دول الحاجتين لما بينقصوا هما اللي بيعلوا الضغط. طبعا في انا كان عندي سكر نوع تاني، فده برضو كان من اسباب ان كان عندي ضغط. فلو حابين تتعالجوا من غير ادوية، على قناتي كل تجاربي في التخلص من امراض كتير. اشوفكم على خير يا رب، وبصحة دايما ولا تحتاجوش لأي دواء.